نسبة الطعام المعالج في عربات التسوق تتزايد باستمرار، فالأطعمة الجاهزة التي تحتوي على قائمة طويلة من المكونات باتت اليوم تعرف باسم الأطعمة فائقة المعالجة. أصبح يسلط عليها الضوء بشكل متزايد، خاصة مع وجود مجموعة متزايدة من الأدلة التي يرتبط استهلاكها المرتفع بارتفاع معدلات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض أخرى. فحتى لو كنا نعتقد أننا نأكل بشكل صحي، إلا أن الواقع يشير إلى أن المكونات فائقة المعالجة تسللت لنظامنا الغذائي على شكل أطعمة صحية قليلة الدسم أو نباتية على صورة طعام أو شراب مصنع يحتوي على عدد من المكونات عالية المعالجة المعدلة كيميائياً، بالإضافة إلى مواد كيميائية على شكل منكهات أو أطعمة محتوية على كميات كبيرة من السكر أو الدهون أو الملح المضاف. فبحسب دراسة أجرتها إمبريال كوليدج، الأطفال البريطانيون يحصلون الآن على 60% من السعرات الحرارية من هذه الأطعمة، كما أن واحدا من كل 5 بريطانيين بالغين يتناول نظاما غذائيا فائق المعالجة بنسبة 80%. دراسة نشرت عام 2019 أشارت أيضا إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الكثير من الأطعمة المعالجة هم أكثر عرضة لخطر الموت المبكر، كما وجد العلماء صلة بين استهلاك المضافات الغذائية الصناعية وزيادة حالات المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية، كما أن عوامل التلوين يمكن أن تزيد من خطر فرط النشاط لدى الأطفال، ومن الممكن أيضا أن يؤثر ذلك النوع من الأطعمة على الدماغ. يتم استهداف الأطفال بشكل كبير من خلال التسويق التلفزيوني العدواني، فكلما بدأوا في وقت مبكر في أن يكونوا مستهلكين لهذه الأطعمة، كلما زادت فرصة تأثرهم بالأمراض المزمنة في سن أصغر. ومعنا اختصاصية التغذية آية حمودي حتى تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم إليك. صباح الخير ورمضان كريم عليكم. أول مرة بتشرفينا طبعا، وموضوعنا اليوم كتير مهم. بداية بدنا نعرف منك شو هي المواد المضافة ولماذا يتم إضافتها للطعام؟ تمام. هلأ في البداية، المواد المضافة هي مواد بتم إضافتها للأطعمة الغذائية والمشروبات بهدف أنه يكون لها وظيفة معينة، مثل اللون، النكهة، تحافظ على القوام. كمان ممكن تكون مواد حافظة، فالمواد الحافظة هي يعني نوع من المواد المضافة. طبعا وظيفتها أنها يعني تطول من مدة صلاحية المنتج، وممكن كمان أنها تمنع الأكسدة فتكون مضادات للأكسدة. فهاي المواد هي طبعا كثيره تضاف للاغذيه الموسميه زي ما بنقول، اللي ما بتكون يعني موجوده بكل المواسم. وطبعا هي مواد متعدده حسب ايش الماده اللي تضاف لها، يعني في منهم يضافوا للمشروبات، في للمخبوزات، في للحوم وغيرها. طبعا هاي المواد اسهل اسمها يعني اسمائها كبيره، اسمها التجاري او يعني كمركبات كيميائيه كبيره واسمائها طويله، حتى الاسماء التجاريه من دوله لاخرى بتختلف. نعم. فأعطوها زي بدي أحكي يعني كود، الاتحاد الأوروبي أعطوهم كود أو إي نمبر بنسميه، اللي هو عشان يدل على أنه في مواد مضافة كتصنيف يعني لإلهم. نعم. فالإي هو بدل بالمنتج على وجود مواد مضافة، والرقم الموجود جنب حرف الإي هو بدل على يعني لشو وظيفة هاي المواد المضافة، إذا كانت للون، إذا كانت لمواد حافظة. فمثلا الرقم من 100 ل 199 تقريبا هي عبارة عن ملونات، من 200 ل 299 هي مواد حافظة، من 300 ل 399 هي مواد مضافة للأكسدة. فهاي يعني بنقدر نميز احنا المواد المضافة عن طريق هذا الاي نمبر. نعم. طول ما موجود في رقم اي نمبر فهو بيكون امن، يعني طبعا ضمن تركيز معينة. يعني في ناس بتتخوف كثير من انها يعني بتشوف المواد الحافظة، بس اذا كان في لها اي نمبر معناته هي امنة للاستخدام، موافق عليها من الاف دي اي وامنة للاستخدام. طبعا بس اذا كانت بتركيز معين، يعني هلا الرقم الاي اذا محطوط بتركيز معين بالاغذية فهو امن. هلا هنا رقابة الاغذية هي اللي بتشرف على اذا هاي التركيز موجودة يعني بالنسب الامنة او لا في الاطعمة. نعم. طب الى لاي مدى تعتقد انه هذه المواد ممكن تشكل خطر على صحة الانسان ولماذا؟
تمام. هلا الاكثر يعني في اشخاص بيعرضوا اكثر لخطر طبعا لهي المواد اكثر من غيرهم. هلا اصل هاي المواد في منها كثير مواد طبيعيه، يعني في مواد صناعيه وفي كثير مواد طبيعيه مثل مثلا الشمندر كالون، مثل الكمون، مثل الفيتامينز، مثل فيتامين سي، فيتامين اي. يعني مرات بتكون المواد الحافظه هي مواد طبيعيه. نعم. فطول ما زي ما حكيت لك في عليها اي نمبر فهي بتكون امنه للاستخدام، ولكن في اشخاص بيكونوا معرضين انه يصير عندهم يعني اعراض اكثر من غيرهم ولازم انهم يتجنبوها او كثير يقللوا منها، مثل الحوامل، المرضعات، الاطفال، كبار السن. مثلا الاطفال في كثير من المواد الملونه بتعمل عندهم فرط بالحركه، نشاط بالحركه، بتاثر على القدرات العقليه، بتعمل عندهم حساسيه. فهدول الاشخاص يقللوا منها يعني او يبتعدوا عنها. غير هيك هي امنه يعني لباقي الاشخاص طول ما احنا عم نستخدمها ضمن يعني قواعد رح نحكي عنهم هلا. وبالنسبه للاطفال انه يعني يقللوا منها، وكمان الناس اللي بيكون عندهم حساسيات او معرضين لحساسيه اكثر من غيرهم من اغذيه معينه او جسمهم بيتحسس بسرعه، هذول كمان يبعدوا عنهم لانه ممكن تعمل عندهم حساسيه. طيب نتحدث عن هذه المواد او هذه الاغذيه المعينه التي تدخل بها المواد الحافظه او الملونه او المعالجه. تمام. هلا هاي الاغذيه هي المشروبات الغازيه، المخبوزات، كمان اللحوم المصنعه، هدول الاغذيه كلياتهم يدخل فيهم مواد غذائيه، مواد سوري مضافه، وكلهم لازم انه احنا يعني نستهلكهم بطريقه يعني لازم يكون عندنا وعي عند المستهلك انه ما تكون بطريقه باستمرار او انه احنا نعتمد عليها او بطريقه مبالغ فيها. مثل ما طب تحدثي عن الاطفال وتاثير هذه الاطعمه عليهم، ماذا عن الكبار؟ تمام. نتحدث عن التأثيرات على جسم الإنسان بشكل عام. هلا في مواد معينه بتاثر على يعني على الكبار وعلى الصغار، او خلينا نقول رمز لهي المواد، مش كل المواد، في مواد حسب شو رمزها او شو يعني نوعها هي اللي بتاثر كثير على الكبار. مثلا رمز اي 102 هو بياثر على الاطفال ومنع في بعض البلاد، طبعا في بلاد يعني بتمنع عندهم، في لا حسب شو الدراسات اللي اعتمدوا عليها او شو تفسيرهم للدراسات. يعني في بريطانيا اي 102 منع استخدامه خصوصا للاطفال لانه هو بياثر على زي ما قلت لك على فرط الحركه، على قدراتهم، على بيعمل عندهم حساسيه. نعم. مثلا في امريكا مسموح انه استخدامهم، فاحنا دائما بنقول انه يكون مثلا باعتدال. كمان بالنسبه ل في سكر، يعني السكريات او المحليات الاصطناعيه في منها كثير طبيعيه مثل السكر والجلوكوز، وفي منها بتكون اصطناعيه، وخصوصا لما نشوف ماده الهاي فركتوز كورن سيرب، هاي لما نقراها لها كثير علاقه بسمنه الاطفال اللي رح تاثر على البالغين لقدام. وبشكل عام تاثيرها على الكبار اذا كان ب يعني تركيز كبيره او بيستهلكوها الناس يعني كبيرة. اللي بيستخدموا كثير معلبات او وجبات سريعه او اكل جاهز، هذول كثير بيصير في عندهم تراكم بهاي المواد، ممكن انها تؤدي لانها يصير في عندنا خلايا سرطانيه، فدائما احنا تكون يعني باعتدال. طيب بدنا ندخل بالطريقه التي نخفف بها تاثير هذه الاطعمه علينا. تمام. اول شيء بنقدر انه احنا كثير نستخدم يعني مواد حافظه من البيت، يعني او ملونات من البيت، مثل مثلا هلا الملح والسكر يعتبروا من مواد حافظه بنقدر انه احنا نعملهم. كمان المحليات يعني ممكن انه احنا نقدر انه نستخدمها بالبيت، الملونات مثل الشمندر، الكمون بنقدر انه احنا نستخدمهم. كمان مثل ما قلت لك انه يكون في يعني استخدامهم باعتدال. مرات طريقه الاستهلاك وهي نقطه كثير مهمه لها دور كبير في انها تخفف من تاثير هاي المواد علينا. يعني مثلا المعلبات اكثر تركيز المواد المضافه بتكون بالمعلبات، بالمية الموجوده بالمعلبات، فلما نستخدمها نتخلص من المية. كمان مثلا اللحوم المصنعه كثير بيكون فيها نترات الصوديوم، هاي الماده بيكون تاثيرها خطر جدا يعني بتكون مسرطنه في حال انه تم تسخينها بعد الطبخ، فلما بدنا نستخدمها ما نلجا للتسخين. ففي طرق مرات من الاستهلاك يعني وبالاستعمال هي بتقلل من تأثير هذا يعني. نعم. المنتجات. طب خلينا نحكي عن الوقت الذي علينا استخدام هذا الطعام إذا كان طبعا يعني معالج بالمواد الحافظة. ما هي المدة المطلوبة لكل طعام
أن نستخدمه قبل أنه يكون في خراب أو خطر على صحة الإنسان. تمام، هلأ أغلب الدراسات يعني نصحت من مرة لمرتين بالأسبوع، طبعا أكيد في كتير ناس بيقولوا أنه هذا الرقم إحنا كتير بنتعداه ونتخطاه، بس في أشياء أقل من أشياء. يعني بالنسبة للملونات للمشروبات اللي بيكون عليه يعني بيكون فيها صبغات، في نعم. بيكون فيها تركيز عالية، هدول نقلل منهم قد ما بنقدر من مرة لمرتين، ما يكون يعني باستمرار. وإحنا دائما طبعا بننصح بالمنتجات الفريش اللي بتكون يعني طازجة، أو الفواكه والأطعمة يعني المجففة. نعم، وأخيرا بدنا منك نصيحة لكل المشاهدين اللي بيتابعونا بالنسبة للاستخدام المفرط لهذه المواد المعالجة أو الأغذية. أهم النصائح طبعا أنه نبعد أطفالنا عن هاي المواد، ونحاول قد ما بنقدر أنه نقلل منها، أنه يكون كل إشي عم يأكلوه طازج أو فريش، أو نعملهم الأشياء اللي بنقدر أنه يأخذوها من البيت مش من مواد مصنعة. كمان في شغلة بالنسبة للمستهلكين، بيقدروا أنهم يشوفوا يعني المكونات الغذائية على المنتج. هلأ الترتيبات بالأول بالمنتج هي اللي بيكون لها يعني خلينا نقول التركيز الأكبر. مثل ما حكينا، في من المواد المضافة بتكون مواد طبيعية مثل الفيتامينات وغيرها، فإذا كان ببلش المنتج بمواد طبيعية فهو بيكون له تركيز أكبر، وبيكون المواد الاصطناعية أو المواد المضافة لها تركيز الأقل، بتكون مكتوبة بالآخر، فهذا بيكون يعني عادي إننا نستخدمه شوي أكتر. أما إذا كان بلش المنتج بمواد اصطناعية أو مواد مضافة فهو بيكون منتج غير مفيد، نحاول إنه إحنا نبتعد عنه، أو إنه يكون مش باستمرار ما نعتمد عليه، ونحاول إنه إذا اضطرينا مثل ما قلت إنه طريقة الاستهلاك تكون يعني بتقلل عنا أثر إنه يضرنا هذه المواد. نعم، خصوصا آية يعني نحن في اليوم الثالث من شهر رمضان، بعيد عليك وعلى كل المتابعين، ضروري إنهم يسمعوا النصائح بالنسبة للأغذية المعالجة، بما إنه على الإفطار ضروري نأكل الأكل الصحي. تمام. نعم، إذا آية حمودة كنت معنا اليوم يعني أول مرة، ونشكر وجودك معنا ونشكرك على كل هذه المعلومات. شكرا لكم أسهل، وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير.